ترانا في الثواني الأخيرة يا بشوك. يا بيت قصيدة في الديرة في صبحة. يعني هو ممكن ما يتعلق فيك أنت بالذات. وش فيك وأنت زعلان؟ أخذ برنامج الأجاويد ما يكون بهذه السنة. ليه؟ لأن جدي وجدتي تابعون هذا البرنامج. لا ما عليك، عطني الريموت أوريك بس. مع الله في قيام الليل وصوما كلنا نطيقه على بيت الشعر والقمر وشب الحطب ودلال وبراد الخدي رحمر وله فالحبك عشيقه مع بيت الشعر والقمر تجي خيرا إذا جنت لياليها إذا جنت لياليها زمان الخير قد حان وقد صرنا به الآن.